بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة لدرس حل المعادلات كثيرات الحدود، عندي مسألتين. الأول هي واحدة موجودة في الكتاب وأنا اديت واحدة من عندي. دي مسألة دي موجودة في الكتاب، بيقول لي حلل A أس 6 زائد B أس 6. A أس 6 زائد B أس 6 دي اسمها مجموع مكعبين، دي اسمها مجموع مكعبين. لو احنا بصيت للاي اس 6 عباره انها ايه تربيع ضرب ايه تربيع ضرب ايه تربيع، والبي اس 6 بي تربيع ضرب بي تربيع ضرب بي تربيع، وبالتالي هقول قوس صغير وقوس كبير. الجذر احنا قلنا ده ايه تربيع في ايه تربيع في ايه تربيع، ودي كذلك بي تربيع ضرب بي تربيع ضرب بي تربيع. يبقى هاخد الجذر التكعيبي هيبقى ايه تربيع بس زائد الجذر التكعيبي ب تربيع فقط. هنربع الحد الاول هيبقى ايه اس 4، وهنضرب الاول في الثاني باشاره مخالفه يبقى سالب ايه تربيع ب تربيع، وهنربع الحد الثاني يبقى زائد ب اس 4. طالب هيقول لي الاثنين دول زي بعض يا تيتشر بالظبط، اقول لك لا 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 لا، ده مجموع مكعبين، لكن ده هقول الفرق بين مربعين. صدق بقى ليه؟ اصل كلمه تحليل معناها المفروض ان انا احلل على قد ما بقدر، يعني اصغر 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 في الاسس. هو ضرب كله ببعض واحدين الاساس اللي هو اسس 6، لكن انا بصغر على قد ما اقدر. هنا ما اقدرش احلل غير كده، بينما هنا دي هخليها ايه تكعيب في ايه تكعيب، ودي بي تكعيب في بي تكعيب. هيبقى اقول فرق بين مربعين هتبقى ايه تكعيب ناقص بي تكعيب وايه تكعيب زائد بي تكعيب، ودي حولتها لفرق بين مكعبين يبقى قوس صغير وقوس كبير، ودي برضو حولتها الى فرق مجموع مكعبين هتبقى قوس صغير وقوس كبير. الجذر بتاع ده ايه ناقص بي، مربع الاول ايه تربيع الاول في الثاني باشاره مخالفه تبقى زائد ايه بي، مربع الثاني مربع الثاني يديني زائد بي تربيع. هنا ايه زائد بي، مربع الاول ايه تربيع الاول في الثاني باشاره مخالفه يبقى سالب ايه بي، مربع الثاني يبقى زائد بي تربيع. هنا ايه اس 4، هنا ايه اس 4، لكن هنا ايه تربيع وايه تربيع، فانا كده حللت اكتر. طب ليه يا تيتشر ما عملتيش الاول كده؟ ما ينفعش ما ينفعش، لان في حاجه اسمها فرق بين مربعين لما يكون الاشاره بينهم سالبه، حتى من الكلمه فرق فرق بين مربعين، لكن هنا ما ينفعش غير مجموع مكعبين. طيب نيجي هنا، السؤال ده بيقول لي حل، اديني معادله وبيقول لي حليها، بس حليها باستخدام الصورة التربيعية. ايه قصة الصورة التربيعية؟ هو بيديني مقدار مكون من ثلاث حدود، انا ببص للحد الاول والحد الاوسط اللي في النص واحاول اخليهم زي بعض، يعني زي بعض زي ما هتشوف دلوقتي. يعني مثلا ايه يعني اللي هنا مثلا قص اتنين اخلي اللي هنا بس قص واحد، ده المعنى ده المعنى، وبعدين اكمل الحل وبعدين اخر خطوة ابقى اعوض. طب تعال نبص مع بعض السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي حل المعادلات باستخدام الصورة التربيعية. مديني 4 اكس اس 4 ناقص 8 اكس تربيع زائد 3 بتساوي 0، ودي تطبيقات في كتاب الوزارة. الأربعة دي اكس اس 4 معناها 2 اكس اس 2 الكل تربيع، لأن 2 في 2 ب 4 واكس اس 2 في اكس اس 2 باكس اس 4. فانا حطيتها على صورة 2 اكس تربيع الكل اس 2. ال 8 دي هاخد منها 2 2 اكس تربيع اهي، يبقى فاضل لها كام وتبقى 8؟ فاضل لها 4، لان 2 في 4 ب 8، سبت ال 4 هي مضروبه فيها. اصبح اللي بداخل القوس هنا هو نفسه هنا زائد 3. هفرض اللي بداخل القوس ده اي رمز وليكن يو زاد اي حرف تاني غير الاكس، يبقى انا هشيل ده كله واحط اليو، بس ده اس 2 يبقى يو اس 2 ناقص
الأربعة هي بره نزلتها وتبقى دي بيوب زائد ثلاثة. أول خطوة من خطوات الحل بعد ما عملت كده هنحلل. التحليل ده مقدار ثلاثي. بنفتح أقواس التحليل. رسمت قبل كده عين. رسمت لكم عين وحاجب كده. وقلت يا أولاد بدل الربوش. قلت يا أولاد عينك تنزل على إشارة الحد الأخير. ركز عينك تنزل على إشارة الحد الأخير. طالما إشارة الحد الأخير موجبة يبقى الإشارات هنا متشابهة. نفس الإشارة. مثل إشارة الحد الأوسط. إشمعنى إشارة الحد الأوسط؟ لأن الحد الأوسط هو الجواب. يعني أنا بحلل الحد الأول والأخير عشان أجيب الحد الأوسط. يبقى هنا الإشارة دي سالبة يبقى أحط الاثنين سالبين. اليو تربيع تحت لها يو في يو. والتلاتة تلاتة في واحد. وتساوي صفر. لو إحنا بصينا سالب تلاتة يو سالب واحد يو أدي أربعة. المجموع فعلا سالب أربعة هو الحد الأوسط. طيب يا إما يو ناقص ثلاثة تساوي صفر. هشيل اليو وأضع قيمتها. قيمة اليو 2 إكس تربيع يبقى 2 إكس تربيع ناقص ثلاثة بتساوي صفر. هودي سالب ثلاثة دي الناحية التانية يبقى 2 إكس تربيع بتساوي ثلاثة. هنقسم على 2 يبقى الإكس تساوي موجب أو سالب جذر 3 على 2. خلي بالك دي بالدرجة الرابعة يبقى لها أربع جذور طالما درجة رابعة. طب الطرف الثاني واي ناقص 1 تساوي 0. أسفة يو يو ناقص 1 تساوي 0. هشيل اليو وأحط قيمتها. قيمة اليو 2 إكس تربيع. إحنا فرضنا الـ 2 إكس تربيع بيو. يبقى من هنا هقول 2 إكس تربيع ناقص واحد تساوي صفر. هودي سالب واحد الناحية التانية. يبقى اتنين اكس تربيع تساوي واحد. يبقى الاكس تربيع هقسم الطرفين على اتنين. يبقى نص. يبقى اكس تساوي موجب او سالب جذر نص. يبقى انا عندي اربع اجابات. اربع جذور. لان هي اكس اس اربعة. خلاص كده يا اولاد? فاهمين كويس? هنعيد نفس الكلام في مسألة تانية. بيقول لي هنا ايه? 8 اكس 4 ودي برضو لها 4 جذور زائد 10 اكس تربيع ناقص 12 بتساوي 0. ال 8 دي 4 في 2 فاخدت ال 2 بره وخليتها 2 اكس تربيع لكل اس 2. ال 10 دي 2 في 5 سبت ال 5 بره وقلت 2 اكس تربيع ناقص 12 بقى اللي جوه هنا هو نفس اللي جوه هنا. سميت دي بيو يبقى 2 يو تربيع زائد 5 يو ناقص 12 بتساوي 0. زي ما اتفقنا ان عينيك ادي عينيك ودي اهو رموشك وحواجبك بتنزل على الاشاره دي. اذا كانت هذه الاشاره سالبه فالسالب بينتج من سالب في موجب. الاثنين ده عدد اولي يبقى 2 يو في يو. انا عايزه الفرق هنا قلت المجموع عشان الاثنين لهم نفس الاشاره. أنا هنا عايزة الفرق يدي 5 وبالموجب. طيب لو حطيت هنا 4 وهنا 3 هيبقى كده 8 وكده 3 والفرق 5 بس كده سالب 8. أنا عايزاها موجب 8 عشان يصبح الفرق ب 5 بالموجب. يبقى أنا هخلي دي موجبة وهحول دي لإشارة سالبة. كده اتظبطت. لما اضرب دول يدوني سالب 3 يو ولما اضرب دول يدوني 8 يو ولما اجمعهم يدوني 5 يو بالموجب. اما القوس الاول بصفر او القوس الثاني بصفر. اما 2 يو ناقص 3 بتساوي صفر. هشيل اليو واحط قيمتها. قيمه اليو 2 اكس تربيع يبقى 2 في 2 اكس تربيع ناقص 3 تساوي صفر. هتبقى 4 اكس تربيع هودي السالب 3 الناحيه الثانيه تروح ب 3 هنقسم على 4 يبقى الاكس بتساوي موجب او سالب جذر 3 تقسيم 2 دي تيتشر لان جذر الاربعه 2 يبقى دول اول جذرين وجذرين حقيقيين بس غير النسبيات مختلفين. طيب الثانيه يو زائد 4 تساوي صفر. اليو ب 2 اكس تربيع
بتساوي سالب 4. هنقسم الطرفين على 2، يبقى اكس تربيع بسالب 2. قلت قبل كده في بداية هذا الباب، اذا كان هنا في تربيع وهنا في سالب، بشيل السالب ده واحط بداله اي تربيع، يبقى دي اكس تربيع بتساوي 2 اي تربيع. يبقى الاكس بتساوي موجب او سالب جذر 2 اي. يبقى دول جذران مركبان مترافقان، وهنا جذران حقيقيان غير نسبيان. يبقى الملخص 4 جذور هنا. هنا كانت الجذور حقيقية غير نسبية الأربعة، وهنا الجذور 2 حقيقيين غير نسبيين و2 مركبان مترافقان، وطلع 4 جذور لأن الدالة من الدرجة الرابعة، يبقى 4 جذور. كده خلصنا، وهنستكمل حالا درس تاني تكملة لهذا الدرس إذا كان المقدار أكتر من 3 حدود. إذا كان المقدار أكتر من 3 حدود بنلجأ إلى التحليل بالتقسيم. انتظروني حالا بإذن الله. سلام.